بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المشاهدين، أيها الأخوة المتسابقين، أحييكم مرة أخرى مع هذه الانطلاقة الرائعة، مع هذه المسيرة الرائعة، مع هذه الأسماء الأروع. هكذا على الخير والمحبة تنطلق هذه الأسماء الرنانة في هذا اليوم الرائع والمميز، انطلاقة سليمة وموفقة. ويا محلى هذه الأسماء، يا محلى هذه الأسماء الرائعة والأكثر من رائعة، تنطلق على البركة والتوفيق مباشرة إلى المركز الأول، مباشرة إلى صدارة الأسماء، مباشرة إلى هذه الأسماء الرائعة والمميزة. ومن يحلق تحليقا رائعا، شوفوا الأعداد الكبيرة المشاركة في هذا الشوط المنطلقة، وصوغان هنالك الذي يتسلل سيد، وهو سيد الموقف حتى هذه اللحظات. يا سلامي عليكم يا ملاك سيد على هذه السيطرة الرائعة والمميزة. أحد ضيوفنا الكرام الذين يتسيدون هذه المقدمة الرائعة مع سيد صالح بن حنظل الفهيدي الواصل والمنطلق والمحلق بهذه القوة، وأهالي قطر هم من يسيطرون على المركز الأول وعلى الصدارة وعلى روعة هذه المقدمة. بينما المركز الثاني هنالك صغان راشد بن بخيت بن راشد المزروعي مع المركز الآن الثاني، وعلى المركز الثالث يا سلام الجارف، وهذا السيل الجارف والرائع والمميز مع المركز الآن الثالث عبد الله بن سلطان بن سعيد الدرعي مع المركز الثالث. وفي المركز الرابع يا له من اسم كبير، هملول خلف بن صغير بخلف القبيسي مع المركز الآن الرابع. وخامس الأسماء الوصول من قبل مسلي سعيد بن المر بن سعيد بن حلوة الاكتبي مع المركز الآن الخامس. وعلى المركز السادس الوصول الكبير من هذا الغزال المنطلق بقوة، محمد بن فاضل بن عبد الله المعمري، ما شاء الله واصل ومحلق وأيضا باحث عن نقطة رائعة مع هذه التحديات. والمركز التاسع الوصول من مروح في الفترة الصباحية بالنواميس، ما شاء الله محمد بن عبيد بن محمد الراشدي الواصل. بينما على المركز التاسع وعلى المركز العاشر الوصول أيضا من وضاح لسعادة حميد بن سعيد النيادي، وهذا الوضوح الرائع والمميز ما شاء الله باحثا باحثا عن نقطة رائعة مع هذا الوضوح الرائع والمميز، ويحاول أن يعيد أيضا النواميس مستمرة. هكذا أيها الأخوة الكرام العشرة الأولى المتقدمة، ولكن ما بعد العشر هنالك زمول مهجنات كبير وعملاقة، ولا ثقلها الكبير كثقل الأسماء اللي ذعتها اللي في مقدمة الشوط. هنالك عشرة أسماء تحظى بإعلان والتغطية والتصوير لكافة الأسماء، والعودة مرة ثانية مع سيد، سيدا للموقف، سيدا للسيطرة، سيدا لهذه الخطوات الرائعة والمميزة مع هذه المقدمة، مع هذه القوة والمسافة الطويلة. مصورنا يعطينا المسافة الطويلة ما بين سيد وما بين بقية الأسماء، ما شاء الله هذه القوة وهذه السيطرة الكبيرة مع هذه الانطلاقات الرائعة والمميزة. صالح بن حمد الله طلاب الفهيدي الواصل المنطلق الباحث عن القوة، الباحث عن الناموس وعن التحديات، ما شاء الله. المركز الثاني هنالك وصول من صغان راشد بن بخيت بن راشد المزروعي مع المركز الثاني. والمركز الثالث القوة مع هملول خلف بن الصغير بخلف القبيسي مع المركز الآن الثالث، وعلى
المركز الرابع إنه الجارف ما شاء الله عبد الله بن سلطان بن سعيد الدرعي وواصل وجارف وأيضا ملاحق للأسماء بقوة وبشراسة مع المركز الرابع والمركز الخامس الوصول من مروح حمد بن عبيد بن محمد الراشدي وكذلك هنالك القبيسي وكذلك الأسماء ووصل وضاح وسعادة حميد بن سعيد النيادي وهنالك بن حلوة الله مع مسلي سعيد بن المر بن سعيد بن حلوة الاكتبي وصول أيضا من مثير وصل مثير أول إذاعة لمثير واصل ومنطلق سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي مع هذه مع هذه الأسماء ما شاء الله انطلاق رائع وانطلاق مميز بدأ أيضا رعود بدأت رعود ترعد مع رعد ما صل رعد ما شاء الله عود بسالم بن عيد العطوي الواصل مع رعد وهذه رعود التحديات الواصلة على ظهر رعد واصل 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 أيضا واصل بسالم عود بسالم بن عيد العطوي بيهدي السلامات إلى أهالي تبوك ما شاء الله هذه القوة هذه النواميس هذه هي الأسماء القوة وهنالك اسم الغشمري والغشمرية دائما مع هذا الاسم الكبير الوصول أيها الأخوة من ناصي عبد المحسن بن ناصر بن سفر الهاجري يا مرحبا بهذا الاسم الكبير بينما هنالك وصول من الطائر مصبح بن عبيد بن علي الراشدي الله الله هذه هي العشر هذه هي العشر الزمول الكبيرة أعود إلى المقدمة والسيد سيد لا زال سيد لا زال مسيطر لا زال في مقدمة الشوط يا سلام بدأ يباعد المسافة ما شاء الله هنالك راح خلف الضباب أخذ له كادر خاص أخذ له مصور خاص وغادر وغادر بالناموس ما شاء الله ما شاء الله الحقيقة المسافة اللي بيننا وبينه إنها طويلة جدا 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 وهو مسيطرا قابضا مع التحديات الثلاثة الكيلومترات ما تبقى الثلاثة الكيلومترات ما تبقى عن الأسماء وعن الناموس وعن خط النهاية الله يا سيد يا سلام هنالك صالح بن حنظل المسيطر على مقدمة الشوط يا سلامي عليك المركز الثاني والمجموعة الأخرى المجموعة الكبيرة هنالك هملول خلف بن الصغير بخلف القبيسي مع المركز الآن الثاني والوصول أيضا الوصول الكبير من ضمن الأسماء سراب سيف بن حمد بن سلطان بسيف بالجافله الواصل وصل بالجافله ما شاء الله مع المركز الان الثاني والمركز الثالث الوصول ايضا من الجارف عبد الله بن سلطان بن سعيد الدرعي الواصل والمنطلق مع المركز الان الرابع وعلى المركز الخامس الوصول ايها الاخوه من مروح حمد بن عبيد بن محمد الراشدي مع المركز الان الخامس والمركز السادس وصول كبير من قبل وضاح لسعادة حميد بن سعيد النيادي الواصل والمنطلق هنالك ناصي عبد المحسن بن ناصر بن سفر الهاجري الواصل بينما هنالك رعد عودة بسالم العطوي وانضمام من أيضا من ضمن أسماء شاهين الشراقي بن محمد بن معدن الاكتبي أول إذا عليه ينضم إلى العالم عالم السحر وعالم التحديات مع العشر المراكز الأولى المتقدمة هذه هي الأسماء هذه هي الشعارات هذا هو مثير وسعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي مع المركز العاشر إذن عشرة أسماء عشرة شعارات أعود إلى المقدمة والاستراحة الاستراحة استراحة المحارب مع هذا السيل مع هذا القوة مع هذه الانطلاقة مع سيد الموقف مع سيد الشوط مع سيد القيادة ما شاء الله 2000 متر 2 كيلو فقط ما تبقى عن الناموس ما تبقى عن السيطرة هذه هي المجموعة من الثاني إلى العاشر أما سيد فهو غادر فهو مسيطرا قائدا بعيدا عن الأسماء سيدا للموقف ما شاء الله اسم على مسمى اسم وفاعلا أيضا صالح بن حنظل الطلاب المسيطر على مقدمة الشوط المركز الثاني
المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء هنالك سراب سيف بن حمد بسلطان بسيف بالجافلة الواصل مع المركز الثاني. المركز الثالث وضاح لسعادة حميد بسعيد النيادي مع المركز الثالث. المركز الرابع انتقالة كبيرة من قبل اسماء ناصي عبد المحسن بن ناصر بن سفر الهاجري مع المركز الان الرابع. وعلى المركز الخامس يا له من اسم قادم هملول خلف بن صغير بخلف القبيسي الواصل والمنطلق وكذلك شاهين الشريقي بن محمد بن معدن الاكتبي وشعار بن حلوة بدأ ينضم هنالك مسلي سعيد بن المر بن سعيد بن حلوة مع المركز الان السابع. ولكن خلاص خلاص المسافة 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 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هنا نقترب من لافتة الكيلو المتر النهائي ولا زال سيد لا زال سيد لا زال سيد استراحة محارب معه سيدا للموقف المسافة الطويلة. ولكن ماذا؟ إنه قدوم كبير إنها خطورة كبيرة إنها أسماء قادمة. أحد الأسماء الأقرب من هذا الاسم الكبير إنه بن معدن الشريقي بن محمد بن معدن الاكتبي مع شاهين ولكن بن حلوة من الزاوية الأخرى والخطورة الكبيرة هنالك من قبل مسلي سعيد بن المر بسعيد بن حلوة الاكتبي. وبنقول حلوة يا بن حلوة على هذه القيادة مع المركز الثاني الآن والمركز الثالث وضاح لسعادة حميد بسعيد النيادي. الله الله الرابع والقوة وين؟ الناموس وين؟ يبدو أن الخمسمائة متر النهائية يبدو أن السيد سوف يكون سيدا للموقف سيدا للناموس سيدا للسلامات سيدا للقوة سيدا للإثارة. ما شاء الله خلاص راح سيد بشوطه راح 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 مع الناموس رغم الضغوطات الكبيرة ولكن سيد سلام سلام يا سيد سلام نهديك السلامات من الآن والحملة كافة هذا الشوط ومسؤوليته الكبيرة رغم الضغوطات من الأسماء ولكن سيد الحزام الأخضر الميتين المتر النهائية الخطر 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 واصل والسيد مسيطر وهنالك قادم سلي مسلي وسيد سيد ما شاء الله استعاد قوته مرة أخرى. هذه هي هذه هي جودة الزعفران اللي تستاهل مرة ثانية الناموس مرة أخرى. سيد 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 صاحب النقاط المتميزة وصاحب نقطة السوان يعيد الكرة مرة ثانية ما شاء الله. المركز الأول سيد والثاني لصالح بن حنظل الطلاب والمركز الثاني كان مثير سعيد بن عبيد بسعيد السبوسي والمركز الثالث فكان حضورا رائعا أيضا من قبل مسلي سعيد بن المر بسعيد بن حلوة. وفي المركز الرابع كانت التحديات مع وضاح سعد حميد بسعيد النيادي وفي المركز الخامس المفتي صالح بن مبخوت بن محمد بن مسعود بن جابر. قوة وتحدي ما شاء الله 13-21 أربع أجزاء من الثواني. التهنئة لمالك سيد وصباح الخير والسلامات عبرت الحدود مع هذه القوة والانطلاق الصالح بن حمل مع النواميس ويستاهل يستاهل مالك سيد ومضمره حييه على هذه القوة وعلى هذه السيطرة منذ بداية الشوط وحتى النهاية. المركز الثاني اللي قدم عروض رائعة فكانت تحديات ومغامرة الحقيقة ناجحة لسيد ولكن المركز الثاني أيضا حضر بقوة وحضر بإثارة وحضر بتحديات كان مثير سعيد بن عبيد بسعيد السبوسي والتوقيت الزمني 13-23 أربع أجزاء من الثواني. التحديات الكبيرة مع المركز الثاني وبينما المركز الثالث فكان هنالك مسلي الواصل والمنطلق بقوة سعيد بن مر بسعيد بن حلوة والتوقيت الزمني 13-23 وتسع أجزاء من الثواني. تهنينا والناموس أيها الأخوة الكرام مشاهدينا متابعينا الأعزاء.